خرطوم عبر الهاتف مراسل الغد أحمد العربي. أحمد، يعني ضعنا في آخر أو ضعنا في ما هي النقاط التي سلط عليها السيد البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الضوء في كلمته بمناسبة تأسيس الجيش؟ نعم، الفريق والركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة ركز بصورة أساسية على محاولات تفكيك القوات المسلحة والميل منها وتشويه سمعتها في الداخل السوداني والوقيعة ما بينها وبين الشارع السوداني. أيضا وجه نيران على الحكومة التنفيذية والتي تعمل على إدارة موارد البلاد لأحاديث كثيرة كانت في الأيام الماضية عن شركات تتبع للقوات المسلحة وأنها تستهدف بشكل كبير على الموارد الاقتصادية وتسيطر على مصافي الدولة الاقتصادية، وهو ما نفاه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذكر أن هذه الشركات منذ اليوم الأول فتح أبوابها وفتحت أبوابها للحكومة التنفيذية لاستلامها، لكن قال إن هناك جهات تسعى لتعطيل ذلك وأن جهات تسعى لتصوير الجيش السوداني على أنه يتلاعب بالاقتصاد السوداني ويسيطر على الاقتصاد السوداني وأن الأزمة الاقتصادية الآن سببها الجيش السوداني، وهو ما ينفيه جملة وتفصيلا. القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة قال إن كل المحاولات لن تنال من ذلك. دعا لجان المقاومة شباب الثورة السودانية للانضمام للجيش، فتح أبواب الجيش لهم دون أن يكون هناك وسيط ما بينه وما بين الجيش، أن الباب فاتح في أي وقت للجميع للانضمام للاستفادة من موارد الجيش، وأن هذه الشركات تم تأسيسها من قوة القوات المسلحة وأنها ليست موارد دولة، يجب التمييز ما بينها وبين موارد دولة. كرر الحديث هذا كثيرا لكل أحمد. إذن سنتابع معك لاحقا و